واقول لكم اقسم بالله العلي العظيم، تلقيت عروض اخر 48 ساعة لايقاف برنامج طريق للبرلمان وايقاف الكلام عن الانتخابات. واخر حاجة النهاردة بعد حلقة النهاردة قلت لهم طيب ارد عليكم بالليل، قالوا لي يا سيدي الفاضل طبعا رسائل ومحتفظ بيها، وانا بعلن دلوقتي لان قلت لهم ارد عليكم بالليل، هعلن النهارده قدامكم ان يوم السبت ساتقدم باللي كلمني ببلاغ رسمي بانه هو بيقضي عليا رشوه، وهقول اسمه لما اقدم البلاغ. هو سمعني، هو سمعني، ولا لازم يعرف انه حتى لو كان صديق للاسف النهارده بقي عدو بعد مكالمته معايا بعد العشاء، وخبط على باب غضب ما بيحبش الباطل، وعايز اقول له انا قلت لك عدت بالليل وده ردي ان انا اتقدم ضدك بشكوى في النيابه انك انت بتعرض عليا رشوه، اني حتى لو انا مش عايز تصالح خلاص مع مرتضى منصور اوقف برنامج الانتخابات وبلاش تتكلم عن الانتخابات لانك بتعرض حياتك وحياة اهلك للخطر، وانا بنصحك وانت ايه اللي مستفيده؟ قال لي كده، انت ايه اللي مستفيده وتروح له ملعبه ليه؟ قلت له ما هو راح الملاعب الناس كلها وما سابش حد، راح لبيوت الناس كلها وهتك اعراضها باللسان، راح كل اجسام مصر وما سابش حد ما اشتكاهوش. قال لي بس بيعمل فيك كم شكاوى كبير في الدقهلية وفي متغمر وفي البلاد دي. قلت له ومن توكل على الله كفاه، وانا دلوقتي برد عليه واقول له حاجة محترمة جدا جدا جدا، اذا كان الله معك فمن عليك، اذا كان الله معك فمن عليك، واقول له حاجة تاني، واعلم انه ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أنا عارف إن أنا راجل ساعات لساني بيبقى طويل وساعات بشتم وساعات بقل أدبي، أنا يا دودي ما بسجلش مكالمات حتى لو كان إيه، ولا برد على موبايلات إلا مع الأصدقاء المقربين، وغالبا بيكلموني لقوا التليفون مغلق فبكلمهم أنا، لو عنده فستايم بتكلم فستايم، لو ما عندوش فستايم بتكلم عادي، أرقامي كلها مغلقة عشان ما حدش برضه يزعل مني، كل أرقامي مغلقة عشان ما فيش حد يقول لي أنت ضحكت علينا واديتنا الرقم وما ردناش عليك. ليه؟ ما أقدرش أرد على حد في هذه الظروف، لأني مش عارف مين اللي بيكلمني وعامل لي إيه، فخ مكالمة مسجلة مش عارف إيه الكلام ده كله، فللأسف الشديد أرقامي كلها مغلقة، حتى أسرتي عارفين بيجيبوني إزاي، رسالة على الواتس وبروح متصل على طول، لكن أنا لا أستقبل تليفونات. فجت لي رسالة، طبعا رسالة مسجلة، هذا الرقم حول الاتصال بيك والتليفون مغلق، فكلمته ودار الحوار. أنا كنت نازل غيرت هدومي ورحت ريحت شوية لأن كانت بطني وجعاني، وبعد كده قمت إيه قلت أرد عليه قدام الناس وعلى الهواء مباشرة، سأتقدم ببلاغ رسمي بالرسائل اللي جات لي من رقمك على الواتس، وسأحكي ما دار في المكالمة علنا على الناس، ولما أقدم البلاغ وعد مني لما ينتهي البلاغ من التقديم بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله تعالى أقول لكم البلاغ نصه باسم الراجل أو حتى رموز من اسمه على الأقل، وممكن أقول لكم أول حرفين ميم ألف. أنا لا راجل أدعي شرف ولا مش عارف إيه، كلنا على باب الكريم وكلنا عن موت ومش عايزين كرم غير كرم ربنا والستر، ولكن أنا لما جت لي رسالة أبو شادي دي إيه اللي تسوي الدنيا؟ فلوس إيه اللي بندور عليها؟ يعني فلوس إيه اللي بندور عليها؟ عايز أفهم يعني إيه اللي تسوي الدنيا؟ إيه اللي تسوي الدنيا واحد في الحرم جنب أشرف خلق الله وأشرف من أنجبت الأرض
ما يعرفناش. بيدعي لأحمد السعيد ربنا يفك كربه، وبيدعي لعبد الناصر زيدان، وبيدعي لأبو المعاطي زكي، ولا شافنا ولا يعرفنا ولا ندرنا. عايزين ايه كرم من عند الله بعد كده؟ فاللي كلمني انا وانت والقضاء. بصوا يا جماعة، انا وهبت نفسي للموضوع ده، ولا عايز شغلة ولا عايز مشغلة، خلصت المواضيع بالنسبة لي. والله العظيم انا زهدت في الحياة، وبقول هالمرتضى منصور على علنا وبالاسم، انا زهدت في الحياة. وافعل ما تريد، اكذب كما تريد، انت مزور وزورت التوكيلات، انت مزور ومزور 650 توكيل، انت مزور وتنتظر 7 سنين سجن، انت وبنتك اميره مرتضى احمد محمد منصور ومحمود خالد فتحي مدير عام الشؤون القانونيه، انتم الثلاثه مزورين، ولفقتم التهم بالتزوير وبتوكيلات مزوره. اجين بقول لك اهو، انت مزور يا مرتضى، يا احمد، يا منصور، انت مزور، واميره بنتك مزوره، ومحمود خالد فتحي مزور، انت مزور، انت مزور، زورت ما يقرب من 600 توكيل عشان تعمل قضايا عليا انا بس، فما بالك من قضايا احمد سعيد، وما بالك من قضايا ابو المعاطي؟ اكيد توكيلاتهم مزوره باذن الله. وما وصلني ان التوكيلات بتاعت القضايا بتاعت احمد سعيد اللي ما خدش عليها احمد سعيد احكام نهائيه ايضا مزوره، ايضا مزوره. وطبعا حضراتكم شفتوا الفضيحه وكانت على عينك يا تاجر الخميس اللي فات، حضراتكم شفتوا الفضيحه وكانت على عينك يا تاجر، اميره شكياني والتوكيل مضى عليها مرتضى منصور، محمود خالد شاكيني والتوكيل مضى عليه مرتضى منصور، توكيلات مرتضى شاكيني ومضى عليها محمود خالد. وحضركم ليه؟ لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. تقول لي انتخابات واللم، ولو ما لمناش دلوقتي مش هنقدر نلم، ملعون ابو اللم. انا لا اخون حد كلت معاه عيش وملح، ولا اخون صديق على فكره، ولا بكلم اصحابي اقول لهم، لاني انا ما بتجرش بالمواقف، ولكن انا رديت عليك قدام الالاف، قدام الالاف. انا لا اصطلح مع مزور، ولا اضع ايدي في ايد راجل زور التوكيلات. شايفين اهي الضربة بتاعت الخميس اللي فات اللي وجعته اهي، شايف ادي التوكيلات المزورة. انت مزور وسأذكرك بها يوميا، انت مزور. الدوائر الحمراء هي التزوير ده. حضرتك بص، اللي مشتكيني محمود خالد، واللي مضي على التوكيل مرتضى منصور، ويا ريت حتى هو مرتضى تحت برضه مزور. بص حضرتك هنا، اللي مشتكيني مرتضى منصور، والتوقيع توقيع مش مرتضى منصور، بالمضاهاة والطب الشرعي طلع حد مزور امضته. بص حضرتك اهو، شايف كم التوكيلات قد ايه؟ ده نموذج، ده نموذج اللي انا بعرضه لك، ده مجرد نموذج. شايف اميره واللي ماضي مرتضى منصور، من كتر اذى خلق الله قاعدين يضربوا التوكيلات بالحرام، قاعدين يضربوا التوكيلات بالحرام، توكيلات الطب الشرعي اللي قال، والبحث الجنائي والخبراء المتخصصين. ده ردي ينفع اصطلح مع واحد مزور؟ شايف، شايف يا صاحبي، شايف كم البلاغات، كم البلاغات. ده لا عنده قلب ولا ضمير ولا رحمة، دي صفحة واحدة. شايف كم البلاغات، وقاربت من الألف قضية وبلاغ. بص دي الصفحة التانية، شايف اهو، شايف حضرتك دي أرقام قضايا وبلاغات. بص حضرتك شايف، شايف التزوير،
يا مزور، شايف التزوير؟ يا مزور، شايف التزوير؟ حبيت ارد عليك واقول لك انت مزور، وانا ما بصطلحش مع مزور يا استاذ ميم. اهو شايف التزوير، اهو شايفين التقرير اللي بيثبت التزوير؟ شايف؟ اهو شايف اميرة مرتضى احمد منصور والتوقيع مزور. شايف؟ حبس 7 سنين ان شاء الله، عشان تعرف مين اللي هيحبس مين. اهو ادي المستندات، كل يوم افكرك بيها عشان انكد عليك يا مزور. اهو شايف؟ اهو المستندات اهي قدامكم. بالمستندات قدامكم.